الو، ايوه يا سعاد، انتوا مش بتردوا ليه؟ انا فوق العشر مرات بحاول اتصل بيكم. بتقولي ايه؟ هي جت من المدرسه دخلت نامت دغري، وبعدين لما صحيت لقيت جدتها مولعه نار. طلبت الدكتور العيله، قال عندها انفلونزا حاده، وانا دلوقتي بعمل لها كمادات ميه ساقعه تنزل الحراره. وزي ما بلغتنيش حاجه زي كده، كان لازم تبلغيني على طول. مامتها عرفت؟ حاولت اتصل بيها اكتر من مرة لكن الموبايل بتاعها مقفول. تجيبي اللوجي دكتور، اتنين تلاتة ان شاء الله عشرة، لازم الحرارة تنزل بأي طريقة. لو لازم الامر دخلوها المستشفى. طيب يا سعاد انا هتصرف، مع السلامة. ايوه يا نظمي، عاوزك تحجز لي على اول طياره مسافره بيروت النهارده باي طريقه، لازم اكون هناك. ما تتصرف يا نظم يا اخي، ان شاء الله تاجر لي برايفت جيت يا اخي. الو، ايه يا سعاد، لوجي عامله ايه دلوقتي؟ طب حرارتها بقت كام؟ طمن يا دكتور، حرارتها نزلت ل 38، وان شاء الله بتكون بألف خير على اخر النهار. هي بس تاخد الادويه اللي كتبت لها عليها وترتاح يومين بالتخت. يعني مش محتاجه تروح المستشفى؟ لا، العمليه مش مستاهله للمستشفى، ان شاء الله هي بس تلتزم بمواعيد الدواء وبكون بألف خير. ميرسي دكتور. يا اهلا. ألف بعد الشر عليك يا حبيبتي. أنا لو كنت أعرف إن حضرتك هتسيب كل حاجة في مصر وتيجي تشوفني، أنا كنت عايشت من زمان. يا حبيبتي بعد الشر عليكي من العين. ما تسيبنيش يا بابي وتسافر مصر، أصل حضرتك بتوحشني أوي، كمان أنا بقعد بالليل وما بيجيليش نوم. يا حبيبتي أنا من النهاردة مش هسيبك خالص، مش هسيبك خالص، وطول ما بابي جنبك ما تخافيش من أي حاجة في الدنيا.